لكن انك انت كسبان اللي يقول كلمه حق، اللي قلبه يكون معاه. والله بيجي لي ناس اقسم يمين بالله ولا محجبات ولا كذا، وابعد ما يكون، وتقول لك احنا شفنا الحق، احنا عرفنا وديابكم، ويبقى احنا كده. والله انت عارفين الخوف من ايه؟ انا اقول لكم الخوف من ايه، والواحد قلبه يوجعه من ايه. ان احنا اصحاب الدين، اصحاب الاسلام الحقيقيين، ان احنا العرب اللي فاهمين لغه، اللي المفروض فاهمين لغه القران. على راي البنات بتوع جامعه تقول لي بص يا دكتوره، هم بره علشان عندهم الترانسليت انجليزي، فهم دي اللغه بتاعتهم، احنا محتاجين ترانسليت للعربي للقران، لكلمات القران. ايوه احنا بعاد عن اللغه العربيه فمش فاهمين. انتوا عارفين الخوف من ايه؟ واحفظوا عني الامر ده، وادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب يعني نلحق نفسنا بجد ان يبقى الغرب اللي هم اصلا ما عندهمش فكره، الناس اللي بتسمع عن الاسلام جديد، وايه ليه صابرين كده، ليه ثابتين كده، هو القران ده بيقول ايه، ويبتدوا يتعلموا ويفوزوا علينا ويذهبوا الى الله عز وجل ويروحوا قفزات للجنه وللفردوس، واحنا اصحاب اللغه ذات نفسينا، احنا اللي بعاد، احنا اللي مش عارفين قيمه الاسلام، ما احناش عارفين قيمه الدين. واحده بتكلمني بتقول لي انا قاعده في بلد من البلدان، والبلد اللي من البلدان دي مش عايزه اقول لك كميه، ابعد ما اكون انا مسلمه بس في البطاقه، لحد اما جت الاحداث فوقت، وقد ايه احنا في نعم احنا مش عارفينها، وقد ايه احنا في خير. الاسلام نعم، انا بقول لكم اهو الاسلام نعم، لكن كون انك انت ما انتش عارف قيمه دينك، وكمان تلبس على الناس، والله مشايخ عرر، والله مشايخ بلاها، خساره فيهم كلمه مشايخ. ويطلع انا عايزه الرجال تطلع ترد، الرجال يطلعوا والدعاير ويطلعوا يردوا، هو لو يقول لك لا ما نستحقش، الناس بتسمعه بيطلع على فضائيات ده، يعني هو انا الناس ما بتسمعهمش واطلع، لا ما بسيبهمش، انا ما سيبهمش ونرد على امثالهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. امثالهم دولت اللي بيضروا الدين. إيه يا ابو عبيده واهل غزه، علموا الناس الدين والاسلام والعقيده والاحاديث والسنه والحجاب. يا جاهل، ده لولا دوت في القلوب عندهم ما كانوا طلعوا، ولا كانوا سابوا بيوتهم، ولا كانت يتهد البيت تقول لك من سيبوا على دون ارضه فهو شهيد، والله كله فدى المقاومه وفدى الاقصى وفدى الله عز وجل وفدى كلمه اعداء كلمه الله هي الحق وهي العليا، لان هم قالوا كده. دي ايه؟ ده عقيده فعل.